عرفت انه بعد وجودك في مصر بفتره وبعد ما نشأت او توطدت تلك العلاقه بقى اصدقائك يعني في كتير من الاساتذه اللي كنت بتشوفهم زمان او بتسمعهم زمان بقوا اصدقاء ومعارف مقربين زي مين؟ اولهم محمد عبد الوهاب اللي قال لي انت تعتبرني ابوك الروحي، البيت ده تعتبره بيتك وتيجي في الوقت اللي انت عايزه وانا تعتبرني ابوك الروحي وانا حبلغ السلطات المصرية تقبض عليك عشان ما تسيبش البلد. قلت له انا جاهز يا فندم. يا خبر. جاهز من دلوقتي. لما عبد الوهاب يقول لك الكلام ده هتقولي له ايه؟ غير ده كمال الطويل. لا قبل عبد الوهاب معلش انت النهارده جاي ومعاك حاجه من ريحه عبد الوهاب. كرامات عبد الوهاب دي على فكره شخصيا من ارملته السيده نهله القدسي. قلت لها انا عايز حاجه من الاستاذ. قالت لها دخلتني على الاوضه وورتني الجرافاتات بتاعته وهي اختارت لي دي. يعني دي تاني مره في حياتي بلبسها على فكره. محدش يزايد على اناقتك بس لما تبقى الجرافات بتاعت عبد الوهاب يبقى الموضوع تخطى الحدود. ودي على فكره من عائله عبد الحليم حافظ. دي كرافات عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم كان لبسها. بس مش فاكر اي اول. ما هو اكيد كان بالابيض والاسود فاحنا عمرنا ما هنزك بس انت الوحيد اللي عندك الاصل الكرافات. الصديق الثاني الكبير من الكبار دول محمد الموجي. محمد الموجي كان صديقي جدا. الله يرحمه. واولاده دلوقتي زي اولادي. راجل عظيم ملحن. محمد الموجي ده مره في قصه طريفه بيني وبين اهو محمد الموجي ودي سميه قيصر. المغنية الصوت المغربي الجميل العبقري. صوتها كان جميل بس اختفت للأسف طبعا. المجتمع الشرقي اتجوزت جوزها قعدها في البيت. يمكن هي مبسوطة يا مايسترو. هي حرة بس الفن برضو رسالة مش بس بالتأكيد بس يعني ما فيش حد يقدر يحكم على ظروف حد. كل التحية لصوت سمية القيصر واحد من أجمل الأصوات. من أجمل الأصوات طبعا. من أجمل الأصوات في تاريخ الغناء. صوتها جميل في تاريخ الغناء. ولها قصيدة غنتها الفاروق جويدة في عينيك عنواني. في عينيك عنواني وأنا أول من غنتها معاها. وححكي لك حكاية عن محمد الموجي بما يختلف. بعمل البروفا كان محمد الموجي قاعد في البروفا وهي قاعدة واقفة بنعمل البروفا. وصلنا للكوبليه الثاني تارارارم 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 تارارارم. الجملة دي مستأنس فيها من كليوباترا بتاعت عبد الوهاب تارارارم تارارارم. أيوة. يا ضفاف النيلي بالله. وقفت البروف انا قلت له استاذ محمد انا سمحت لنفسي لان اللحن هنا ذكرني بكليوباترا عبد الوهاب واستعملت التوزيع اللي بيعزفه انور منسي على الكمانجا في توزيع الجمله دي. قال لي وماله ما احنا كلنا منه كلنا جايين منه من عبد الوهاب يعني ما وأضرب بذلك مثال لعبقري يحترم عبقري سبق. صح قال له ماله ما احنا كلنا جايين منه. تخيلي كليوباترا أي حلم من لياليك الحساني طاف بالموج وغنى وتغنى الشاطئان وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.